بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر بأننا بتاريخ 7/6/2015 حيث قامت إحدى المروحيات التابعة للنظام بإلقاء براميل متفجرة على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. طبعا برميلين متفجرين على مدينة اللطامنة. أحد البراميل سقط على هذه المدرسة ثانوية البنات وأحدث فيها هذا الدمار. طبعا ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها المدارس وتحديدا هذه الثانوية ثانوية البنات. خلال أسبوع واحد فقط برميلين متفجرين سقطا عليها. نلاحظ حجم الدمار. إذن خلال أسبوع واحد فقط برميلين متفجرين على هذه الثانوية. واضح دمار هائل في هذه المدرسة ثانوية البنات في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمال. 7/6/2015 طبعا القصف كان خلال ساعات الليل على مدينة اللطامنة.